أعزائي المشاهدين، السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم عبد الروف 980 على اليوتيوب. مين كومبوننت وقع قدامي النهاردة؟ أول واحد ده ريلي يا جماعة، ريلي من هو فونكس ريلي. حاول نظهر الداتا بتاعته. ده ريلي 24 فولت دي سي فونكس كونتاكت، وادي الكومن بتاعه، وادي الاتنين كويل بتوعه، دول السنين دول اتنين كويل بتوعه، وده النقطة الكومن، وأنا مش فاكر بصراحة أنهي كومن وأنهي نورمال إيه ونورمال كلوز. anyway يعني أنت ممكن تست تهيألي الكومن اللي في الوسط مع واحدة نورمال كلوز واحدة نورمال إيه أوبن. تيست احيانا الكويل بتاعه بيضرب، ما بيبقاش صالح للاستخدام يعني. ده شكله اهو، وليه قاعده كده بتبقى شكلها اخضر. ممكن تكتب على جوجل كده فونكس ريليز. الحاجه الثانيه اللي معايا النهارده اوكسيلري بوينت او اوكسيلري كونتاكت. اوكسيلري يعني كماليات، حاجه بتتحط مع الاف جي. الاف جي هو المفتاح اللي هو منه اوفرلود ومنه مفتاح اون واوف، اللي هو البكره ده. دي بتركب معاه بحيث بتدي فيدباك للبي ال سي، بتقول له ان الكهرباء واصله للبامب المعينه او الموتور المعين، فبيخرج مجرد ما المفتاح ده ببكره كده، مجرد ما هحاول اشوف لكم صوره ليه على الانترنت يعني. بص هو حاجه عامله زي دي كده يعني، ده بس ده شنايدر النوع اللي معايا. تركب هنا كده الاوكسيلري بوينت، هنا الاوكسيلري بوينت دي تركب هنا كده جنبه في الجنب هنا كده، ومنها اقدر اما اجي اوصل وافصل، اوصل نقطه، اوصل فيدباك للبي ال سي ان الكونتاكت ده موصل او السيركت بريكر ده موصل. في حاله ان مفيش فيدباك راجع يبقى البامب دي مش وصل لها كهرباء والكلام ده كله. تعالى كمان نشوف صوره كده للريلي اللي كان معانا القاعده بتاعته. حضرتك بصيت معايا، ده القاعده بتاع الريلي زي اللي معانا ده. ده الريلي اهو، ودي القاعده بتاعته او حاجه زي دي كده برضو، وده الريلي نفسه اهو، دي حاجه اوضح، وهكذا يعني. هي دي ده شكل الريلي يعني. بس ارجو اكون حضرتك استفدت معلومه النهارده كده على الماشي على السريع. ولو حضرتك استفدت لايك وشير، كلم حد عن عبد الرف 980. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش الدعاء بظهر الوقت.